انطلقت الآن الجياد في شوطها الرابع على جائزة الأمير عبد العزيز بن جلوي بن تركي آل سعود يرحمه الله، أحد رواد الذين خضر الرياض مع الملك عبد العزيز طيب الله ثراته. الشوط الجياد وفراس الإنتاج السعودي عمره 3 سنوات، مفتوح الدرجات على مسافة 1400 متر، قيمة الجياد 78,000 ريال. المركز الأول لمردفة في هذه الأثناء، ومتابعة من المجدل في المركز الثاني، وأيضا هناك متابعة أيضا من بقية الجياد في هذا الشوط، والصدارة لمردفة في هذه الأثناء. أشاهد أيضا محاولات من قبل زهاف من الخارج للتقدم في هذه الأثناء، والصدارة للفرس مردفة وزهاف يتقدم للمركز الثاني. أشاهد أيضا محاولات للتقدم من قبل واقف في هذه الأثناء في المركز الثالث، وأيضا نسيم البر وأيضا لنصير. وأخذت الآن الجياد الطريق المستقيم، ومردفة في المركز الأول، محاولات الآن من واقف، واقف ما شاء الله إلى المركز الأول والصدارة وانفراد بالصدارة ما شاء الله، لا قوة إلا بالله للجواد. واقف مع الخيال عبد الجاين وامتار وأطوال عديدة بينه وبين صاحب المركز الثاني نبيلي، وما شاء الله لا قوة إلا بالله الجواد واقف إلى خط النهاية معلنا فوزه بالمركز الأول. ألف مبروك.